بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعينا مشاهدين الكرام، تواصلنا مستمر وتحدياتنا مستمرة. نسير مع الشوط الثامن، الشوط الثامن بمجموع هذه الأشواط، يحمل فئة الجعدان المهجنات الأصايل. نتابع هذه الأسماء، نتابع هذه الشعارات إلى المركز الأول. نسير أشقر مع البداية، متعب بن حمد بن متعب العامري من يقدم لنا أشقر، بينما المركز الثاني، المركز الثاني لايق سهيل بن محمد بن عبد الله العامري، بينما المركز الثالث، المركز الثالث يتقدم بهذه اللحظات الصيرمي سعيد بن خيرة بن سعيد العامري، بينما المركز الرابع نادر مع المركز الرابع سالم بن عامر بن علي العامري، بينما نقلتنا إلى المركز الخامس، المركز الخامس يتقدم نشوان سيف بن طويرش بن إسماعيل الكتبي، بينما نتأخر من المركز الخامس إلى السادس، السادس بحر علي بن مبارك بالقرين العامري، بينما المركز السابع يتقدم بهذه اللحظات، هذا مصدر لسعادة محمد بن عوضي بن يحيى المنهالي، بينما المركز الثامن، المركز الثامن هذا القادم صايب حمد بن سيف بن عيف العامري، المركز التاسع النشمي سالم بن مبارك بن نصرة العامري يقدم النشمي، بينما المركز العاشر، العاشر هذا القادم دوكس، هذا دوكس بشعار أحمد بن محمد بالعوضي المنهالي. هذه النتيجة، نداءنا الأول للعشرة الأسماء الأولى، للعشرة الشعارات الأولى المنطلقة الباحثة عن الفوز، الباحثة عن الناموس، الباحثة عن الانتصار والقيادة مع أشقر. نعود إلى الصدارة، أشقر أشقر أشقر، متعب بن حمد بن متعب العامري، ركز يا أبو حمد، ركز يا أبو حمد على هذا الموقع المميز، موقع الفوز، موقع الانتصار، هنا بقيادة أشقر المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على زمام الأمور، هنا أشقر، بينما المركز الثاني لايق سهيل بن محمد بن عبد الله بن بدر العامري يقدم لايق يا لايق ويبحث عن الموقع اللايق، بينما المركز الثالث هذا نادر سالم بن عامر بن علي العامري، والمركز الرابع نشوان مع المركز الرابع سيف بن طويرش بن اسماعيل الكتبي غادم مع نشوان، المركز الخامس وصل بحر علي بن مبارك بالقرين العامري غادم مع بحر، المركز السادس شوف هذا ايضا صيرمي سعيد بن خيرة بن سعيد العامري، بدأت الحرارة، بدأت حرارة الشوط بالارتفاع هنا مع هذه الأسماء، مع هذه الشعارات، الله 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 الله، أشقر مع الصدارة، أشقر لا زال هو القائد المسيطر، سيطرة تامة، سيطرة فعالة، متعب بن حمد بن متعب العامري من يقدم لنا أشقر، هنا يقترب من لايحة الكيلو الأخير، يقترب من لايحة الكيلو المثير، الكيلو اللي ما بعده كيلو، بدأت الشعارات تصل، اتحركت الأسماء، اتحركت الشعارات، أشقر مع الصدارة يغادر لايحة المنعطف الأخير، متعب بن حمد بن متعب العامري، بينما المركز الثاني لايق سهيل بن محمد بن عبد الله بن بدر العامري، المركز الثالث
وصل هناك ايضا نشوان سيف بن طويرش بن اسماعيل الاكتبي مع المركز الثالث. ثلاثيه 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 يا سلام. الله 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 ياهو تحدي ياهو صراع هنا مع هذه الثلاثيه. واشكر مع الصداره اشكر بن متعب بن متعب مع البدايه متعب بن حمد بن متعب العامري. وصل هنا ايضا نشوان يحاول سيف بن طويرش بن اسماعيل الاكتبي معركه ثنائيه ال 500 متر الاخيره هنا لمن الفوز. اشكر نشوان اشكر نشوان. الله 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 ياهي معركه ياهي معركه. نشوان نشوان راح الاكتبي راح راح الاكتبي مع نشوان سيف بن طويرش بن اسماعيل الاكتبي. سلام يا الاكتبي سلام سلامي على هذا الحضور سلامي على هذا الوصول. هنا بن طويرش يحقق الفوز والانتصار. هنا نشوان 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 سيف بن طويرش بن اسماعيل الاكتبي تهانينا والناموس لحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس المركز الثاني أشقر متعب بن حمد بن متعب. المركز الثالث كان في سهم خليفة بن هامل بن خادم القبيسي. المركز الرابع شعار بن بدر أيضا سهيل بن محمد بن بدر العامري. المركز الخامس حمد بن سيف بن عيف العامري مع صايب. التوقيت الزمني 6:35. سجل معنا بهذا الشوط نشوان سيف بن طويرش بن اسماعيل الاكتبي تهانينا والناموس.